البريك خلص ونحن رجعنا لنتابع برنامجنا، وانا بعرف انه انتم باقيين معنا. ليه؟ لانه عندكم اصرار تتعرفوا على اشياء جديده، وكل مره ببرنامج عنا بلبنان لا يخفى الموضوع انه دائما هناك الامور الجديده والمفيده. شو هن ومين هن ضيوف السيجمنت نمبر 3؟ بدي اعرفكم على جاليري. لما منقول جاليري منقول مفروشات، بس مش كل مرة منقدر نقول بكل فخر إنه نعم هيدي صناعة لبنانية تضاهي بالجودة المتانة والجمال والذوق الصناعة الأوروبية. تالين جاليري تجمع الصناعتين، ممكن تختاروا مفروشات لمنزلكم من أوروبا أو من لبنان، فيكن تغيروا بالأقمشة، فيكن تغيروا بالموديل. عندهم ديزاينر انتيرير ديزاينر اكيد متخصص لحتى يعطيكم الافضل بكل ركن بكل زاويه من المنزل. الالوان الصارخه والجريئه رح تشوفوها بها الريبورتاج. ما رح طول عليكم بالحكي لانه سوا رايحين على اول فيردان جاليري تالين. ليتس جو ذير. لانه اللاكشوري شعارهم، كيف ما برمنا وكيف ما طلعنا منلاقي قطع فخمه ومنلاقي قطعة مفعمة بالذوق، لأنه يلي عم يرسمها ديزاينر عنده الكثير الكثير من الخلق. نعم لتالين جاليري، نعم لهالجاليري المهضومة يلي أنتو كمان رح تحبوها ورح تعشقوا كل قطعة فيها. أؤكد على صناعتنا اللبنانية لأنه نحن منفتخر اليوم نقول أنه هيدي الصناعة بتوازي وبتضاهي كل الصناعات العالمية. إذا كان عندكم أي قطعة بخيالكم أو عندكم رسمة نحن قادرين ننفذها عند تالين جاليري، وإذا فتوا لعندهم فيكم تختاروا قطعة اوريدي جاهزة أو كاستم ميد، وأيضا فيكم تغيروا بهالقطعة من ناحية اللون أو المقاس أو غيرها. إذا حكينا على اللايتنج كتير كتير عندهم إشياء حلوة، إذا حكينا اكسسوارز ديكوراسيون للبيت، إذا حكينا قطعة صغيرة أو مرايا أو حتى غرف نوم الأطفال كمان موجود، وإذا قلنا في قطع سينيه من أوروبا موجودة كقطعة يونيك ما بتلاقوا منها إلا ببيتكم لأنه أنتوا اخترتوها وأنتوا قررتوا أنها تكون لإلكم. تالين جاليري، كل التفاصيل بعد شوي مع الأونر. خليكم برفقتنا وأكيد عنا بلبنان. مشاهدينا من هالجاليري الرائعة مع كل المفروشات البتعقد يلي حوالينا، رح نستفسر من صاحب الجاليري الانتيريور ديزاينر مستر أسامة غادر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نستفسر عن كتير من المواضيع. نعرف مستر أسامة أنه كتير من الكابلز بيجوا لعندكم بيسلموكم مفتاح الشقة خالية بدون مفروشات، وأنتوا بتتكفلوا بكل الباقي. أكيد نحن مختصين بهذا الشيء، يعني كل الكابلز الجديد اللي بده يتجوزوا اكيد هدول اول مره بيكون عندهم هالتجربه، سو نحن يعني بنساعدهم كثير بهذا الشغل اللي هن عم يسووه. نقدر ناخذ منهم مفتاح بيتهم، نعم نفرش لهم يعني كامل البيت ونعمل لهم قصص حلوه كثير. حسب ما عرفت انه الاستشاره مجانيه، الرسم الهندسي للمفروشات وللديكوريشن كمان عم بيكون مجاني. اراء بتنعطى من قبل متخصصين بهذا المجال لحتى بيتكم فعلا يكون بيت الاحلام. وقديم نلاحظ انه عند تالين جاليري في خلطه بين الكلاسيك والمودرن. نحن عاملين الوان جديده، ديزاينات جديدة هلا، فخلطين الميكس القديم مع الجديد، معتمدين على ألوان صاخبة شوي جريئة لحتى لي يكون عنده شي تاتش حلو. عرفتي؟ فهيدا الشيء اللي بميزنا، ونحن بنعتمد على كل شيء قطع سينية مميزة، بنجيب قطع مميزة جدا، يعني قطع من كل شركة عم نجيب النخبة
فهيدا الشيء بيساعدنا وبيساعد نعم. هالزبائن انه يلاقوا اشياء مميزه عنه فعلا، وهيدا الشيء واضح، وانتم اصدقائي رح تلاحظوا من خلال الكاميرا قد ايه كل القطع حلوين، حتى بدخلوا بالاقمشه لشوارفسكي على اصولها بقلب الكونسوليت والدرسوار وغيرها، بتلاقوا حالكم انه انتم قاعدين حواليكم قطع فخمه وحلوه. استاذ اسامه، كمان بنعرف انه هالالوان الجريئه اليوم هي مطلوبه ككولكشن 2013، ولكن بدها التاتش فيها نوع من الذوق، واصحاب البيت بيقدروا يشوفوا بيتهم مرسوم قبل على السكرين لحتى يكونوا بامان. اكيد نحن بنعمل لهم خرائط للبيت كيف لازم تنفرش لحتى يقدروا يستوعبوا هذا الشيء اللي عم نسويه، لانه بالنهايه هن ما عارفين شو بده يطلع معهم. صحيح. سو نحن هذا بنسهل عليهم انه حنفرجيهم كيف حينفرش البيت، اكيد هذا كله فري اوف تشارج، ما حنشرج عليهم لانه هن بالنهايه عم يشتروا من عنا. نحن بنساعدهم بكل شيء انتيريال للبيت من اي تو زد، يعني بنوفر عليهم كثير قصص، بدل ما ياخذوا يشتروا قطعه من برا يحطوها بالبيت ما تركب عندهم ما تساعدهم، سو نحن بنطلع على البيت لعندهم بنقول لهم شو لازم يفرشوا وباحلى نعم. اسعار. يعني مشكورين جدا، عم بتوفروا علينا ديكوراسيون، عم بتوفروا علينا كمان الاستشاره، عم بتوفروا علينا المقاسات لحتى تطلع القطعه بمطرحها من دون ما يروح هدر بالمسافات، وايضا عم بتوفروا على جيبتنا لانه الاسعار حضرتك خبرنا عنها. يعني الاسعار مش بس حلوه، الاسعار ما حنقول لك انه اكثر من 50% على القطع ارخص من غيرنا. نعم فعلا مشكورين، ويعطيكم الف عافيه، ونحن بنفتخر نقول انه هيدي الصناعه اللبنانيه تضاهي الصناعه الاوروبيه، ودائما عند تالين جاليري وعندنا بلبنان. Thank you.